حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. خفت اليد والألعاب السحرية عالم من الغموض والمتعة اللي ما تنتهي والتي لا يمل من مشاهدتها والتفكير في أسرارها وخباياها. فلنكتشف هذا العالم مع اللاعب خفت اليد الشاب الإماراتي سلطان غانم النعيمي مع هذا التقرير، فلنتابع. انت عندك هذا البوكس، ابغاك تفتح لي اياه. حركه وايد بسيطه، يعني انت لو تشوفها فتحتها it will be the middle number which is number 5 and it's diamond. Take the card, put it anywhere you want. Let me see your eye. Open your hand. الكروت كلها عندك. الحين تخيلي الكرت اللي انت اخترتيه. هذا كرتك؟ This was your card. No. No, no. I think you guys were lying to me. Look at it. No. How did you do it? This is magic. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، معانا اليوم لاعب خفة اليد الشاب الإماراتي سلطان غانم النعيمي. يا أهلا ومرحبا فيك سلطان. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. إيش حالك؟ عساك بخير. الحمد لله، الله يسلمك. بداية حابة أعرف متى بدت عندك هاي الموهبة؟ طبعا بدت هاي الموهبة تقريبا وأنا عمري نقول 14 سنة. يمكن الموضوع هذا كان قديم جدا، تقريبا من 16 سنة من اليوم يعني. شو اللي شدك أنك أنت تكون لاعب خفة يد؟ يعني أنا حبيت الانبهار في الناس وابتسامتهم. طبعاً هو آخر شيء الموضوع يكون أن موضوع أني أحب أرسم الابتسامة في وجوه الناس يعني. جميل. طيب من المشاهير اللي فعلاً شدوك وحمسوك أنك أنت لازم تكون لاعب خفة يد؟ والله يعني اللي يعني أنا حبيت الماجيك طبعاً من يعني حبيت ألعب خفة اليد من لاعب خفة اليد اللي موجود في أمريكا اسمه ديفيد كوبرفيلد. حلو. طبعاً كنت دائماً أشوف فيديوهاته أو أنه ساعات أني أكتشف شوية شغلات، فأنا قلت أبا أدخل في هذا المجال لأني شفت فيها يعني أشياء ممكن الواحد غريبة ما يقدر أنه يسويها دائماً. جميل. شو جايب وياك اليوم؟ والله جايب اشياء يعني تكون بسيطه يعني. نحن نبى ارنب، نبى حمام تطير، نبى عصافير. لا انا ما يعني وقفت موضوع الحيوانات في الموضوع، مع اني كنت وايد اسوي بالارانب والحمام في نفس الوقت، بس لاني انا ما اعرف الاذى اللي هم يتأذونه يوم انا اسوي لهم. بس فعلا انا خاف في شيء في خاطري. كيف تقدر تطلع ارنب حمامه؟ كيف؟ عاد هاي اسرار المهنه ما نقدر نقول كيف الطريقه يعني بالضبط. كان بس خاطري اليوم يعني نشوف شيء مشهد حي من نطلع لنا حمامه ولا ارنب ولا شيء. والله يعني لان من زمان، بس في اشياء ممكن تكون احلى في موضوع بس حمام يعني. في اشياء ممكن ان قدامك تتغير في نفس الوقت. تقدر يعني تطلع لنا بيزات؟ موضوع الفلوس هاي موضوع ثاني بعد، بوايد ناس انهم يسالوني فيها بعد نقدر نحن نطلع فيها فلوس. زين، شو رايك نجرب انا وياك لعبه من العاب خفه اليد كبدايه؟ شو حاب تجرب اليوم؟ بنجرب بنمشي شوي على الورقه التقليديه. طبعا هاي بدايه يعني كل لاعب خفه لازم بيلعب بالورقه. بيسوي لكم اللي هو ماجيك في الورقه. المهم انا اقول طبعا ان تقولين ستوب المكان اللي انت تبينه. اوكي. بس قولي ستوب. ستوب. اوكي. تقدرين تاخذين الكرت؟ اوكي. شوفي. اوكي. اوكي. شفتي الكرت؟ تبين تراوينه للجمهور؟ اراويه؟ الكاميرا عادي، راوي الكاميرا مثلا. حط الكرت وين ما تبين.
اوكي ارد لك الكرت الحين؟ تحطين وين ما تبين يعني بالنص. اوكي. شوفي انا طبعا اخربط الكرت بهي الطريقه. أوكي. انا براويج كرت، انت قولي لي هذا كرتك ولا مو كرتك في نفس الوقت. اوكي. بس أوكي. انت شفت الكرت؟ لا انا ما طالعته يعني ما ركزت فيها، بس خلص. انا بس قولي لي هذا كرتك ولا لا؟ لا. ها مو كرتك. هي. اوكي. فاين. شو بنسوي؟ يعني انا دائما احب اني اسوي ان نقول نحطي خط على الكرت نفسه. على اساس نعرف ان هذا الكرت مو بكرتك على قولتك. زين. مثل ما قلتي. شوفين الكرت؟ حطيت خط عليه؟ اشوف؟ حطيت خط عليه. فعلا هذا هو الخط، بس كيف سويت؟ بعد صار منا. هذا هو الخط طلع، قبل شوي كان رقم 3. صح. انزين هاي لعبة. هاي مثلا لعبة. انزين، تاخذي لك كرت؟ بس شو سر الدخان؟ انت من وين طلعت الدخان؟ عاد الدخان وين طلع؟ عاد طلع المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي شوفينا اراويهم للجمهور. اراوي الجمهور. يلا يلا ما بطالع عشان ما تقولين طالعت. خلاص اوكي خليها بس هنا فوق. اوكي كل الكروت فوقها. انا ما اعرف وين كرتك، بس نحن نقدر ان مثلا نسوي بهاي الطريقه بيستوي كرتك بلون مختلف، يعني كل الكروت باللون الازرق. اوكي كرتي بروحه اللي بيختلف لونه. كرتك الوحيد اللي بيختلف لونه استوى اللون الاحمر. زين مثلا هذا كرتك، نقول مثلا تتذكرين شو كان كرتك؟ هي اتذكره. شو كان؟ رقم 8. 8 دائما اشوف من هاي 8. ما 8 دائما مثلا باللون الاحمر. باللون الاحمر انا بخلي لك اياه هني. اوكي قول لي ستوب بس في المكان اللي تبينه. ستوب. اوكي شوفي الكرت هذا 9. اوكي خلاص المفروض ما تقولين بس قلتي مو مشكله. يلا اوكي مو مشكله. رقم 9. اوكي اوكي فاين في النص. بس شوفي لو سويت شيء بيطير لونه بعد مره. شو بيستوي لونه؟ باللون الاحمر نفسه. يعني الحين نحن نشيك على الكروت، كل الكروت باللون الازرق. تتوقعين اني خربطت فيها؟ من اي ناحيه خربطت فيها؟ اني تتوقعين انت اني انا خربطت مثلا يعني؟ ممكن ممكن ممكن. هاي 9 تو كان رقم باللون الاحمر. كان كيف استوى باللون الاسود؟ ترى هذا هو انه يتغير بسرعه بدون ما انت تلاحظينه. جميل. زين نباس شو اسمه شيء يطلع لنا بيزات. شيء يطلع لكم بيزات. زين اوكي. يعني اسهل شيء اللي هو عندك مثلا هني نقول 100 درهم. اوكي. طبعا اللي يفتح البوكس هذا يستلم 100. اوكي. يعني انا بفتح لك اياه بكل بساطه وبسكره. زين. شايفينه؟ اعيد لك اياه. اوكي؟ اوكي. بس افتحي لي اياه. بس بدون ما تخضين بدون ما تفرينه. لا تكسرينه يعني ما استخدمت اظافر لانه ما فيني اظافر. كيف افتحها؟ حاولي تفتحينها عادة. كيف تفتحينها ما اقدر. لا صعب. ليش؟ اذا لا تخضينها. انت شو سويت؟ قفلت المفتاح شو؟ ما قدرت افتحها. بسيط مع انه بسيط وايد بسيط. انت ترفع هاي؟ ما ارفع شيء بس اسحبها. تسحبها من اي صوب؟ ها؟ ها؟ جربي الجهدين. يعني مثلا لحظة افتحها مرة ثانية؟ افتحها مرة ثانية. اوكي. بس انت قفلتها. ما قفلتها. والله ما قفلتها بس تسحبينها. خلاص الحين عرفت وين المكان اللي يفتح. زين. اضغط بين الاحمر. ما يخلص ها؟ بس زين. اوكي. هو تمويه يعني الاحمر هذا تمويه. اوكي.
ما اقدر. مو مشكلة ما قدرتي. المية راحت عنك. بس المية راحت عني. 100 درهم يعني ما زين يعني هاي بعد لا تعتبر لعبة من الألعاب خفة اليد. طبعا طبعا هاي يعني خفة أنا ما قدرت أفتح الصندوق. أنت ما قدرتي تفتحين الصندوق لأني أنا أفتحها بطريقة بخفة أنت ما تلاحظين كيف أفتحها. زين نبغى نعرف أنت كيف فتحت الصندوق. ما يستوي الحين أقول أنا كيف أفتح الصندوق. لأن إذا قلت كيف أفتح الصندوق أنت هني تكسرين متعة الألعاب الخفة أو إن الواحد يوم يشوفه ينبهر. كنا نبغى نربح 100 درهم 1000 درهم. هو قبل والله كان 1000 يعني قبل كان تقدر تغير البيزات مثلا من 100 الى 1000 من 500 ممكن يستوي من 100 الى 1000 من 500 ل بس كيف يستوي من مثلا 5 ل 10 10 ل 5 من هالقبيل يعني هذا كله يستوي. زين انت تعلمت خفة اليد بروحك ولا في حد علمك؟ هو انا صراحة اولا روحي بعدين دخلت اللي هو معهد في امريكا. جميل. يعني سافرت بس عشان تتعلم؟ بس اني اتعلم. طبعا درست دراسة في واشنطن دي سي. طبعا المعهد انترناشونال براذرهود ماجيشن اسمه. جميل. طبعا تميت عندهم تقريبا 2.5 سنين. جميل. ودرست العاب الخفة واستلمت فيها شهادة اللي هي خلاص انا استويت اللي هو اللاعب خفة اليد عالميا. ما شاء الله عليك. والحمد لله يعني واقدم عروض في الامارات ولا برا الامارات. حلو. زين شو رايك بعد نلعب لعبة ثانية؟ ما عندي مشكلة. نقول خلينا نلعب بهاي. ردينا الورقة. وانت جايب تقريبا سلة او هو كله تشوفي الوان هو كل شيء بيعتمد على الورقة في نفس الوقت الا هاي يمكن. موستلي بيعتمدون على الورقة يعني. سوي لي اياها. اوكي. قول لي ستوب المكان اللي تبينه. اوكي. ستوب. اوكي. خذي الكرت. هذا هو الكرت. شوفي. اراويهم؟ عادي تراوينهم اياه. اوكي. اوكي. تحطين المكان اللي تبينه. اوكي. ما بمسك الكروت ما بطالعهم. بس انا اتوقع. تتوقع؟ ان كرتك موجود هنا. شوف هنا. ما في كرت اصلا. لحظة. ما في شيء. انزين انت ما توقعين عليه؟ اوقع عليه؟ وقعي عليه. اوكي. او ان مثلا تكتبين اسمك صوب الثاني طبعا صوب ما بيطلع لي ضب. صوب المرايا يعني. صوب المرايا اوقع. هي. اوكي. يلا ها وقعنا. توقيعي. ما حد يزور. الكلام. ناخذ صوره من التوقيع على اساس خلاص راح توقيعي يكون ذكرى. تم تزوير التوقيع وفي نفس الوقت بنزور التوقيع. بغير توقيعي خلاص. ولا ان اللايت ترى ما عندي رصيد في البنك. لا. ولا زين انت الحين ايش تصور؟ عشان نشوف كرتك. اوف. هذا اي رقم؟ رقم 6. 6 سبيد. خلينا نراوي الجمهور. بس كيف عرفت انه رقم 6؟ عاد اسرار المهنه. زين اسرار المهنه بس بعد يعني خبرنا شويه يعني سر من اسرار المهنه. اسرار شوي من اسرار المهنه. فاين بنعلمكم هاي مثلا. هاي بسيطه.
بنقدر نرويكم اياها او كيف طريقتها. يلا. ما ادري الكاميرا بس ايجها. هاي هاي يشوفون. اوكي. يعني مثلا هاي خمسة. اوكي. لحظة اشوف. لا. الكاميرا في وجهك هاي. اوكي. سوري. سوري. خمسة؟ هاي خمسة. اوكي. اوكي. طبعا بنخضه بيتغير بيصير لون ثاني. عيد عيد. مرة واحدة. ما يسوي عيدة بس براويكم كيف الطريقة. بسيطة جدا بس ان الواحد لازم شوية يدرب ايده في الموضوع. يعني هاي عشرة. اوكي عشرة. اوكي. انت عكستها يمكن صحيح. الكرت معكوس في رقمين. صح؟ في عندك رقمين بهاي الطريقة. طبعا انت يوم تحركينه بتلفينها بهاي الطريقه بس بسرعه طبعا وان انت تحاولين تودين كرتين في نفس الوقت. جميل جدا. شكرا. زين السله هاي شو فيها؟ السله هاي شو فيها؟ هاي بيطلع منها شيء احس. ان شاء الله ارنب. نشوف. طبعا انا اكد لكم طبعا من السله. خلينا نتاكد ان ما فيها شيء داخل. اوكي ما عندي مشكله. طبعا بنفتح لكم حتى من تحت اللي هو بنمشي ايدنا عليها. اوكي اوكي حلو. انه ما في شيء. ما في شيء. بس انت حطيت شيء. لا ما حطيت شيء. يلا اوكي مثل ما هو. اوكي. عادي. المهم فشو اللي بيستوي؟ طبعا بنحطي الخلقة الخضراء هاي. اوكي. اوكي بنحطها داخل. انزين. بيضة. الابيض. واسود. اسود والاحمر. والاحمر. انا اكتشفت شو بيطلع. بس ما بقول. اكتشفت شو بيطلع؟ مدرية. هي اكتشفت. مدرية. انزين اوكي. بس عشان اكد لكم ان كل الخلق داخل. اوكي. بنطلع شو هذا؟ كم كذا؟ أقول شو بنطلع؟ اللي بنطلع على الإمارات أكيد. هذا اللي توقعته. بس كيف طلع مخيوط؟ شو هذا؟ خلنا نشوف في شيء بعد في السلة ولا لا؟ نشيك. ليش لا؟ أي والله ما في شيء. ما شاء الله عليك. الله يسلمك الله يعطيك العافية. شكرا سلطان يعطيك الف عافيه. استانسنا وياك. ما شاء الله عليك الله سلطان. في فرق بين العاب الخفه والخدع البصريه؟ شو الفرق يعني الخدع البصريه ممكن العاب إن سحريه العاب الخفه شو الفرق؟ نقول مثلا الخدع البصريه او العاب الخفه. العاب الخفه طبعا تعتمد على سرعه الحركه. اما الالعاب البصريه ممكن انه يرويك شغله ويقول لك انه ركز عليها بدون ما يسوي شيء بس هو الصوره تتحرك او شيء من هذا القبيل اللي يتحرك فيتوهم لك صوره ثانيه في هذا. جميل. بهاي الطريقه يعني. زين نبي نعرف اكبر او اكثر لعبه خفه اثرت في الناس شو هي؟ اثرت في الناس طبعا هو وايد العاب. هو تقريبا كل الالعاب تاثر في الناس اللي هم يستانسون منها بس العرض اللي انا قدمته اتذكر في العين اني قدرت ان انقل شخص من الجمهور طبعا ما اعرفه ما عندي اي علاقه ويا الجمهور ما اعرفهم مال العين. طبعا اللي هو قدرت اني اخليه يختفي من مكان ويطلع في مدينه ثانيه في 4 ثواني. معقولة؟ صحيح. هذا سحر. هذا مو سحر. كيف عيل؟ ترى هاي المشكلة يوم العالم ما تفهم أو إنه مو في هذا المجال ويقول لك إن هذا سحر. لا. أنا الحمد لله أصلي وأصوم وكل شيء بس إنه هاي كلها ألعاب خفة. طبعًا ألعاب خفة تعتمد. بس كيف لا يعني شخص بيكون موجود هني؟ هذا بيكون يسمى في مدينة لوجن أخرى خلال أو ثواني؟ وهم. وهم. طبعا العالم توهم انه هو موجود في مدينه ثانيه. والشخص اللي اصلا يطلع في مدينه ثانيه يوهم بهذا الشيء بس ما يكون يعني صراحه ما يكون هو شخصيا في المكان الثاني. طيب
طيب لاعب الخفة لازم تكون أغراضه وأشياء كلها موجودة، وإذا نقص شيء من عنده تقريبا تخترب عليه خلاص ما يقدر إنه يلعب. ما بكل شيء يعني عادي يعني، يعني هو أنا في نفس الوقت في موضوع الورقة مثلا أنا أحب هذا النوع من الورق لأنه سموثلي، بس إنه عادي ساعات الناس يقولون لا الورقة فيها شيء، أقول لهم هادوا لي ورقة من الدكان وبسوي لكم عادي جدا يعني، بس إنه في بعض الأشياء اللي هو إذا نقصد أوكي يعني هاي اللعبة ما أقدر بس اللعبة الثانية بقدر بهاي الطريقة. خوي سلطان استانسنا وياك وايد وصراحة الله يعطيك العافية، نتمنى إن شاء الله نلتقي وياك مرة ثانية، بس مرة ثانية بأرنب وعصفور ما علي بندبر الأرنب بنسوي الأرنب إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. مستمرين وياكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل.